زين، منو أكثر الدول اللي دايجة منعتها التهريب المخدرات إلى العراق؟ منو أكثر الدول مثلاً؟ مين يجي خط التهريب الرئيسي؟ الخط التهريب الرئيسي الأكثر يعني أنا شفت على عموم محافظة البصرة. أي. هي من الجانب الإيراني. يعني يجي من باكستان أفغانستان لو بس من إيران؟ لا من جانب الإيران، يعني هاي المناطق عبادان والأهواز، يعني هاي المناطق كلها. زين. مثل ما كنا نحكي قبل قليل انه انتم اكو تعاون بينكم وبين دول الخليج، تعاون بينكم وبين الجانب الايراني، لان هسه احنا ما نقول اكو مهربين ايرانيين هسه نتعامل على مجرمين. نعم. ايران تقدم معلومه داعمه بهذا القضيه. اي نعم، احنا بعد ما نعطيهم المعلومات او هم يرفدون المعلومات ويعطونا اسم هذا الشخص مثل بالعراق، يتم جمع المعلومات عليه ويعني يراقب وإصدار أمر قبض قضائي وينفذ عليه، ودورات يعني يتابعون حتى السيارة من الطب للعراق، يعطونا بها خبر يقولون مثلا بهاي السيارة تابعوها رقمها كذا السائق مالتها، وهيك الشغل يصير. زين، تعتقد بالتحقيق المجرم أو تاجر المخدرات تعانون معه حتى يلغى إنكاره مثلا أو أن يعترف؟ يساعدنا بس إذا هو تاجر، يعني إحنا تعرف قضائيا ما يصير، بس إحنا مساعدة القضاء اليوم إذا قدم لنا معلومة مهمة وحجم المعلومة شنو تكون، يعني إذا حجم المعلومة كبيرة وهاي طبعا إحنا هواي أمور بعد إخبار السادة القضاة، لأن تعرف إحنا ما نقدر نتصرف إذا مو السيد القاضي المختص. أي. فمن نكتب له مطالعة ونقول له وحدة ونوضح له الأمور، بعد هو الإجراء اللي يأخذ شنو. هسا أنا القاضي مرحلة ثانية، لا بس أقول لك يعني هم ينهارون بسرعة بالاعتراف طبعا قسم من عدهم؟ لا ينهارون كلهم بالاعتراف، لأن يحكي يمكن الباحث شفته هذا قام يبكي ويعني وضعيته تعبان، ومن يوصل يمنا يقوم يبكي ويقول أنا ورطوني واني كذا واني هم تقتلونهم؟ لا طبعا هو احنا نعاملهم ذولا مرضى نفسيين، يعني خاصة المتعاطين، يعني ذولا مرضى نفسيين، يعني من تلجأ إلى هو يحكي لك يريد يسولف لك، لأن هو تلقيه حالة من نوع من الهستيريا واصل إلى مرحلة زين.